ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة على طلب كتير جدا ناس بتسأل عنه، ليه بيخرج سبيرمز او حيوانات منوية مع البول. ده اللي هنتكلم عنه النهاردة بالتفصيل. اول حاجة، خروج المني مع البول المعروف باسم البلية المنوية هي حالة نادرة بتنتج نتيجة لخروج المني مع البول. عادة طبعا المفروض ان هو بتخرج الحيوانات المنوية اثناء الجماع او من خلال استماء، انما في بعض الحالات بينتهي الامر ان الحيوانات المنوية بتخرج في المسالك البولية، فبيؤدي لظهوره في تحليل البول. ايه هي الاسباب المحتملة ان خروج المني في البول؟ هو ده اللي هتكلم عنه النهاردة. اول حاجة، القذف الرجعي. الحالة دي هي حالة مرضية بيتم فيها إعادة توجيه السائل المنوي إلى المثانة مرة تانية، بدل من هو يخرج في البول، بدل ما هو بيخرج في السائل المنوي أثناء الجماع أو الاستماء. يمكن إن هو بيحصل القذف ده إلى الوراء بسبب تلف أو جراحة للأعصاب أو العضلات اللي بتتحكم في القذف، سببت إن هي خرجت او رجعت السائل المنوي لمجرى المسالك البولية او المثانة. تاني مشكلة لسبب خروج المني في البول هو مشاكل في البروستاتا. بينتج عن طريق غدة البروستاتا، بيكون سائل بيمتزج مع الحيوانات المنوية لتكوين السائل المنوي. يمكن ان هو تؤدي مشاكل بروستاتا زي الالتهاب او العدوى او سرطان الى اطلاق الحيوانات المنوية في المسالك البولية، او ممكن يكون نتيجة لوجود التهاب في مجرى البول او في الانبوب اللي بينقل البول الى خارج الجسم، او بسبب عدوى فيروسية او بكتيرية، فده بيؤدينا لخروج المني مع البول. ممكن يكون العدوى دي تكون من الامراض المنقولة جنسيا زي السيلان والكلاميديا، ممكن هي تسبب التهاب في الجهاز التناسلي فبيؤدي لخروج الحيوانات المنوية مع البول. كمان ممكن ان يكون السبب بعض الادوية اللي بيستخدمها المريض، زي مثلا ادوية بتاعت علاج ارتفاع ضغط الدم وتضخم البروستاتا، دي بتكون سبب برضو للقذف الى الوراء او الخروج المني مع البول. كمان عوامل نمط الحياة، زي ممكن الناس اللي بتاخد كحولات، بتشرب كحولات دي برضو او بتدخن بشكل مفرط، بتأدي لظهور المني في تحليل البول. احيانا بتكون الحالات ما بتكونش خطيرة زي الحالة اللي قدامنا دي، هي اربعة بس موجودين في البول، ولكن برضو لو حصل اي اعراض او الم او عدم راحة اثناء التبول او في منطقة الاعضاء التناسلية، لازم المريض يرجع في للطبيب المعالج ليه. في حالات مرضية أخرى لخروج المني مع البول، زي مثلا زي ما قلنا هي نمط الحياة وبعض الاستهلاك المفرط للكحول. طيب، يا ترى ايه هي طرق الفحص عشان نتأكد من الموضوع ده؟ أول حاجة ان احنا نستشير الطبيب بتاعنا. فأول طلب بيطلبه طبعا هو بيكون الفحص البدني، لو بيشوف في يعني علامة العدوى أو التهاب او تشوهات في البروستاتا او ورم. تاني حاجة بيطلبها الطبيب تحليل البول، وهو اختبار بسيط بيساعد في تحديد لو كمية الحيوانات المنوية اللي خرجت في البول، وبعدها على هذا الاساس بيبدأ يحدد ان الكمية دي فعلا كمية مرضية ولا كمية عادية. تاني حاجة تحليل السائل المنوي، فيها بيتم اختبار برضو ممكن يساعد في تحديد لو الحيوانات المنوية دي اصلا جاية من البروستاتا ولا جاية من الخصيتين. وبعد كده بيبدأ الطبيب برضو يتابع تشوهات الحيوانات المنوية وانخفاض عددها او ضعف حركتها. كمان تالت حاجة بيلجأ ليها الطبيب هو اختبارات التصوير، اللي هو يعني بيشوف عن طريق الأشعة او الموجات الفوق صوتية او الأشعة المقطعية لو في مثلا تشوهات في الجهاز التناسلي او تضخم في البروستاتا او انسداد في المسالك البولية. ودي كانت كل الأسباب والفحوصات اللي بتتم نتيجة لخروج المني في البول. لو أول مرة تشوفونا ما تنسوش تتابعونا على قناة تحاليل، وكمان تتابعونا على الويب سايت أو الموقع الإلكتروني لنا yourhealthylab.com أو المختبر الصحي.
بشكركم، وهتلاقي كمان الرابط في وصف الفيديو. شكرا.